بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 64. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل اقتباسنا من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقتبس في هذه الحلقة من كلامه على وجوب الإيمان بالشرع والقدر، حيث يقول: فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى 3 فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. وبعد أن بين الشيخ رحمه الله أقسام الخائضين في القدر والشرع، بين ضرورة الناس إلى الشرع، فقال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو قولهم متحرك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل، أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل؟ فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، وأخبرت به من تفاصيل الشرائع، لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله: قل إنما أنذركم بالوحي. هكذا بيّن الشيخ رحمه الله فصل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح، وأن العقل يدركهما في الجملة دون التفاصيل، لا كما يقوله من زعم أن العقل يستقل بإدراك ذلك، ولا من زعم أن العقل لا يدرك شيئا من ذلك. ولهذا قال رحمه الله: ولكن توهمت طائفة للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم تناول الشيخ رحمه الله طائفة من الصوفية الذين يقفون مع توحيد الربوبية والقدر، ولا ينظرون إلى الشرع وما فيه من الأوامر التي تأمر بالبر وفعل الخير والطاعة، وتنهى عن الشر والمعصية، وأن مذهبهم هذا معناه إلغاء الشرع وعدم التفريق بين الطاعة والمعصية وبين الكفر والإيمان، لأن كل منهما مقدر من الله كما يقولون. قال رحمه الله في هذا الموضوع: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل وما ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. لكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. انتهى ما اقتبسناه من كلامه رحمه الله في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.